السلام عليكم. أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جمال الدين شعيب على ضبط الأسعار ومتابعة المخالفات بكل أنواعها، وخاصة المتعلقة بالأغذية والحاجات الأساسية، مشيرا إلى مضاعفة الجهود الرقابية خلال شهر رمضان المبارك. وأكد شعيب خلال جولة على عدد من أسواق دمشق على أن المديرية تسير دوريات بشكل يومي لتشديد الرقابة على الأسواق الغذائية، وخاصة الخضار والفواكه واللحوم. بدوره أشار بشار النوري عضو مجلس غرفة تجارة دمشق إلى دور المواطن الرقابي لمساعدة الجهات المعنية على تحديد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار. وقعت الصين وسيراليون عقودا بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية في سيراليون. وأعلن رئيس الأخيرة إرنس كوروما عقب عودته من زيارته إلى الصين أن العقود الموقعة مع شركة كينغو إنرجي جروب بلغت قيمتها 7 مليارات و100 مليون دولار لبناء مرفأ ومنجم ومحطة لتوليد الكهرباء ومد سكة حديدية بطول 250 كيلومتر. وأشار كوروما إلى أنه أبرم أيضا عقدا بقيمة 300 مليون دولار مع الشركة الصينية الدولية للمطارات لبناء مطار دولي جديد بالقرب من العاصمة فريتاون. أظهر استطلاع جديد للرأي استمرار قلق الإسبان إزاء قضيتين أساسيتين هما معدلات البطالة المرتفعة ومسألة الفساد، وذلك إثر الكشف عن عدد كبير من قضايا الفساد السياسي في إسبانيا. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز البحوث الاجتماعي الإسباني أن أكثر من 80% من الإسبان يعتبرون البطالة من أهم المشكلات التي تعاني منها البلاد، مبينا أن الفساد يأتي في المرتبة الثانية لدى أكثر من 32% من الإسبان، بينما يرى نحو 90% من الإسبان أن الاقتصاد الإسباني سيزداد سوءا خلال العام المقبل. وقبل الختام نتوقف مع أسعار صرف العملات الرئيسية حسب مصرف سوريا المركزي. سلام الله عليكم وعودة إلى كريم ولمه. شكرا هبة.